والمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا، في البداية أرحب بك. إذن ضيفنا الكريم كان يتحدث أن القناة 13 كانت تتحدث هي وبعض ربما الإعلام الإسرائيلي عن ما حدث في دمشق، هل لديك أي تفاصيل أكثر وكيف تناولت أو تناول الإعلام الإسرائيلي الهجمة التي حدثت في دمشق في حي المزة؟ نعم فيروز، كل الأنباء التي تواردت حول هذه الحادثة في حي المزة في دمشق كانت قد تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية في تحليلات عسكرية وسياسية من قبل المحللين السياسيين والعسكريين للشؤون السياسية في هذه المواقع أو القنوات الإسرائيلية. القناة 13 في بداية الأمر كانت قد رجحت بأن يكون هنالك استهداف ليس لقادة فلسطينيين بل لمسؤولين في الحرث الثوري الإيراني، وهم يعني تتحدث عن مسؤولين لنقل السلاح من إيران حتى سوريا وصولا إلى لبنان والحدود الشمالية الإسرائيلية. وهذا بالفعل ما تم فعلا بعد إعلان الحرث الثوري الإيراني ووسائل إعلام إيرانية عن مقتل 4 في صفوفه. عادة ما يتم تناول هذا الموضوع بزخم أكبر من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية عندما نتحدث عن قادة فلسطينيين، ولكن طبيعة تعاطي الإعلام الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى لهذا الموضوع دفعنا للتأكد بأنه لن يكون هنالك جهات فلسطينية ضمن دائرة الاغتيال. الصمت هو التي أو الأسلوب أو النهج أو الاستراتيجية التي تتبعها المنظومة السياسية والعسكرية الرسمية في هذه الحادثة حتى اللحظة، ولا بيان رسمي لا من المستوى السياسي ولا من المستوى العسكري يتبنى المسؤولية الإسرائيلية الرسمية عن هذه الغارات. في بداية الأمر كانت الحديث في وسائل إعلام إسرائيلية وسورية حتى بأنه لم يتم تفعيل نظام الدفاع الجوي في سوريا، وهذا أعطى مؤشر بأن عملية الاغتيال هذه لا تتم أو لم تتم باستخدام صواريخ ولربما مسيرات، ولكن فيما بعد اتضح أنه هذا الاغتيال كان من نقطة قريبة عند الحدود الشمالية مع الجولان، وهذا يعني بسبب قرب المكان الجغرافي لربما لم تستطع هذه الدفاعات الجوية التصدي لمثل هكذا رشقات صاروخية. نتحدث أن وسائل الإعلام الإسرائيلية حاولت في كل مرة زج أسماء قادة فلسطينيين وتحديدا من الجهاد الإسلامي، والحديث أن كان هنالك محاولة اغتيال لقادة معنيين بارزين في صفوف الجهاد الإسلامي. لماذا زياد نخالة على وجه الخصوص دانا؟ نعم، ليس فقط زياد نخالة، ولكن دعينا نتحدث عن أشرف العجرمي والعديد من الأسماء اللافتة والبارزة في حركة الجهاد الإسلامي كانت قد تناولتها وسائل الإعلام العبرية، وخاصة بأن الأخير كان هنالك محاولة اغتيال له في عام 2020 في قطاع غزة، والذي ارتقى نجله شهيدا إثر هذه الغارة الإسرائيلية. كان هناك محاولة اغتيال نفذت أيضا في منزله واستهداف لعائلته في الحرب الأخيرة عام 2021-2022 والغارات التي كانت تستهدف قادة حركة الجهاد الإسلامي. وهذه المرة كان هنالك محاولات أيضا في هذه الحرب، أقصد محاولة لاغتيال قادة في الجهاد الإسلامي، وخاصة بأن هذه الأسماء التي تواردت هي لقياديين قاطنين في دمشق وفي سوريا، لذلك أولى المعلومات التي كانت واردة كانت تتجه إلى هذين الاسمين تحديدا في الحديث عن محاولات، وحاولت الربط أن هنالك محاولات عديدة إسرائيلية لتصفية قادة حركة الجهاد الإسلامي، ولكن الجهاد الإسلامي في دوره كان قد نفى بأن يكون هنالك مساس في أحد من قادته. لربما هنا نستطيع التماهي مع تصريحات بنيامين نتنياهو والتأكد من مسؤولية إسرائيل عن هذه الغارة وعن هذا الاستهداف، حينما سئل في مؤتمر صحفي قبل يومين لماذا لا تقومون باستهداف أو يعني بملاحقة إيران، قال بالعكس فإننا نقوم بملاحقة إيران وبأن إسرائيل موجودة في كل مكان، هذا يعني بأن سوريا والحرس الثوري الإيراني ضمن الأهداف الإسرائيلية المرسومة في هذه الحرب وفي هذا العدوان. وهذا أيضا يتماهى مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الذي قال بأن هنالك 7 جبهات تمارس أو يعني تجابه الجيش الإسرائيلي، وقال بأن الجيش الإسرائيلي ينفذ وسينفذ غارات في 6 مواقع بعيدا عن اليمن مباشرة استخدام مسيرات أو صواريخ في اليمن، وهذا يدلل أيضا على أن هذه الغارة هي غارة إسرائيلية استهدفت ناشطين أو قادة في حركة أو في الحرس الثوري الإيراني.
طيب دانا، يعني لبنان كان يعد أحد أبرز المسارح للاغتيالات الإسرائيلية، الآن انتقلت إسرائيل إلى سوريا، هل هذا الأمر يؤشر إلى تطورات في سياسة إسرائيل بشأن سياسة الاغتيالات التي تنفذها مؤخراً؟ دعينا نقول أن إسرائيل اعتدنا عليها في كل عمليات الاغتيالات التي تنفذها، لا يتم الإفصاح عنها، لا يتم تبني عملية هذه الاغتيالات، تعمل في المنطقة الرمادية وكأنها تحاول جر المنطقة إلى جبهات مختلفة، ولكن إسرائيليا وعسكريا لا يريدون توسيع هذه الجبهات، وخاصة وتحديدا في الحدود الشمالية سواء في سوريا أو لبنان، حتى لا تصبح جبهة غزة جبهة ثانوية، وهذا ما يريد السنوار على حد تعبير أعضاء الائتلاف الحكومي أو كابينيت الحرب الإسرائيلي، وهو أن يجب العمل والتركيز على قطاع غزة، وأن يكون هنالك استهدافات تحذيرية إنذارية لكل من يعمل على استهداف أمن إسرائيل سواء من إيران سواء من حزب الله أو سواء من اليمن، بإرسال رسائل تهديدية تحذيرية من قبل إسرائيل. هذا الضبابية الإعلامية التي يتعامل فيها المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي يحمل رسائل كما ذكر ضيفك قبل قليل، ولكن هنالك رسائل مفادها، لربما بعض التحليلات العسكرية حتى الإسرائيلية تقول بأن هذا التضليل الإعلامي لربما يضع أمريكا في مواجهة إيران مجددا، بأنها هي التي تسير هذه الغارات أو هي المسؤولة لدفع إسرائيل عن تنفيذ مثل عمليات اغتيال هذا، وخاصة بعد التصعيد الأخير يعني الاشتباك المباشر ما بين إيران والحوثيين في اليمن وغيرهم. طيب الذين ينفذون أعمال هنا. دانا، بما أنك تحدثتي عن توسيع الجبهات سواء في سوريا أو لبنان، نحن تحدثنا ربما عن رد الفعل في وسائل الإعلام كيف تعاملت مع هذه الهجمة في دمشق، ولكن ماذا عن الشارع الإسرائيلي؟ كيف يتعاملون أو ما كانت ردة الفعل ربما حتى على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل هم فرحين باستهداف مماثل إسرائيل هي التي حتى الآن ربما متهمة أو يقال أنها المسؤولة عنه حتى هذه اللحظة، أم أنهم يخافون أن تتسع جبهة القتال؟ أصداء هذا الاغتيال غير نشطة وغير فعالة في أصداء المجتمع الإسرائيلي أو في الداخل الإسرائيلي ذاته. لماذا؟ لأن دائما المستوى السياسي أو المستوى العسكري يحاول البحث عن إنجازات تقدم إلى المجتمع الإسرائيلي الذي يبحث عن انتصارات، وخاصة بعدما يزيد على 100 يوم من العدوان والحرب على قطاع غزة. اغتيال صالح العروري كان نتنياهو قد منع وزراءه من التحدث من وسائل الإعلام، وكأنه يريد تقديم هذا الإنجاز العظيم إلى الشارع الإسرائيلي، وبأن المستوى السياسي الذي يمثله بنيامين نتنياهو هو المسؤول عنه. ولكن دعينا نقول أن اغتيال قادة غير فلسطينيين تكون أصداء هذه الأحداث أو هذه الأنباء غير فعالة أو غير منتشرة أو واسعة الصدى كما يتم الإعلان عن اغتيال قادة فلسطينيين. ولكن دعينا نقول إذا ما ربطنا الإحصائيات الإسرائيلية التي آخرها كان يوم الجمعة وتقول صباحة الجمعة بأن ما يزيد على 40% من الإسرائيليين يؤيدون يعني صفقة تبادل مع حركة حماس لإنهاء هذه الحرب ولإعادة المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، فهذا يدلل بأن الجمهور الإسرائيلي لا يريد توسيع نطاق هذه الحرب في جبهاتها الستة المختلفة خارج إسرائيل وداخل. طيب دانا، كان معنا أيضا في هذه التغطية مراسلنا من سوريا من دمشق خليل هملو. خليل، كان يتحدث عن المتوقع من حركة نزوح أو من قيام الجانب الإسرائيلي بإخلاء بعض المستوطنات الواقعة بالقرب من هضبة الجولان، هل لديك أي أخبار عن هذا؟ دعينا نقول أن الخطوة الثانية تكون عادة لأي عملية اغتيال أو تصعيد في جبهة معينة مع دولة الاحتلال، يكون الحل الأول أو التحرك الأول هو إجلاء سكان المناطق القريبة عند الحدود الشمالية، ولكن هذا منوط ومرتبط بالتصعيد من الجهة الأخرى، وإذا ما كانت صفارات الإنذار قد دوت في المناطق الحدودية. لربما هذا الحدث كان متوارد في بعض وسائل الإعلام بعد ربط أن كان هنالك صفارات الإنذار قد دوت في الحدود الشمالية لما يزيد عن 15 موقعا، ولكن الجيش الإسرائيلي فيما بعد قال بأن هذه الإنذارات كاذبة، وكأن هنالك تفعيل هذه الإنذارات خوفا من وجود مسيرة دخلت الحدود الجوية الإسرائيلية الشمالية. لذلك إجلاء المستوطنين والسكان من المناطق الحدودية سواء في هضبة الجولان
سواء في كريات شمونة أو المطلة أو المناطق القريبة مع جنوب لبنان منوط في التصعيد وردة الفعل التي ستكون من الجهة التي تم تنفيذ الاعتداء والعدوان الإسرائيلي عليها. لذلك لا أنباء رسمية حول هذا الموضوع. ودعينا نوضح أصلا بأن ما يزيد على 80,000 من سكان الحدود الشمالية، نحن نتحدث عن المناطق الشمالية حدودا، أي مناطق القريبة من لبنان القريبة من هضبة الجولان، هم مجنين أصلا منذ الأسبوع الأول أو منذ التصعيد الأول من شهر أكتوبر العام الماضي، وتم إجلاهم إلى فنادق ومراكز إيواء خوفا من وصول هذه الضربات إليهم. مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من القدس المحتلة.